يا احلى ناس، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم فيديو تاع لي برودوي لي انهيتهم، راح نقول لكم عليهم الى راه كانوا فلوب توب مع لي بري، باش هكا تدوم التجربه تاعي وما تعاودوش تطيحوا في نفس الاخطاء اللي طحت فيها انا. اول حاجه راح نبدا بها، افون دو كومونسي حاب نقول لكم اذا كان الفيديو كبير راح نحاول اني نقسمه لكم، باسكو شوفوا لي برودوي دونك في واحده كبيره بزاف، راح نحاول اني باش نهضر لكم على كل واحده، تما منو توب اي فلوب اي منو منتجات لي انهيتها. اول حاجه راح نهضر لكم على هاد لو غوماج دو شي كاليبال. غوماج هذا جايب نويو دابريكو، يعني بتاع المشماش هذيك. الحاجه المليحه فيه سوكي ميد ان فرانس ويدير 35000. عجبتني فيه حاجه سكو لي غران تاعو الداخل حنان رطب، مي يجرحوش لابو، وهذه الحاجه المليحه فيه. ابار سا ما استعملتوش بزاف باسكو جام با فير ترو لي غوماج، وبعد ما بديت نولي وليت تستيت لي برودوي ولي غوماج ناتوريل، يعني بديت نعمل في المقشر الطبيعي بزيت زيتون والسكر ولا قهوه وماء ورد الى غير ذلك. راح نقول لكم ان شاء الله الا حبيتو على لي غوماج اللي نستعملهم. دونك استغنيت تماما عن لي غوماج هادو، خاص اني خفت لا يعملوا لي لي بوتون ولا الحبوب هذيك تحت الجلد الى غير ذلك، فهذا حبسته. يعني كما راكم تشوفوا ماهوش كامل، راهو غير نص، مي حبسته وراح نرميه، هذا خلاص ما بقاش يزيد يقعد. مي وشنو عجبني البنات اللي راه تحب تستعمل ان غوماج يكون مليح وما تخافش على لابو تاعها، انا الله غالب موسوسه من هاد الحوايج، دونك لازم نستعمل حوايج بلو ناتوريل. لو برودوي دوزيام احنا نرفد عني يا برك، سي لو ستيك هذا اللي عندي تاع الدوف. هاد لو ستيك صراحة راه مازال فيه، مي حبيت نهدركم عليه اوطون كو جا الصيف. هذا عندي بزاف، ومن يخلص نزيد نشريه، مي انا كنت نفضل تاع الخيار، اذا البنات لقيتو تاع الخيار اشرو منه. وهذوما دونك شريتهم انا كانوا اون بروموسيون زوز ب 20000، دونك اشاك فوا نشري بالزوج بثلاثه، هذا يدير 10000 الواحد ومليح. روحوا للبرودوي لي من بعد، سي لي ديودورون. كنت خلصت ليا هاد لي ديودورون تاع ريكسونا تاع المسك، يعني برائحة المسك، هذه شريتها 35000، ما عجبتنيش وفلوب فلوب فلوب، ما بقيتش نزيد نشريها. ديودورون دوزيام سي لو كو دو كوار تاعي، هذه شريت منها نقول لكم حاجه، بابا جاب لي منها كرتونه اللي فيها 6 وخلاص، باش قال لي ما بقيتيش تشري، وسي ديجا سي موان شير، يعني تقام اقل ما انك تشريها في الحوانت، مع باش قدها تجي 38 ولا 35000. هذه مي تاع سيترون، دوف تاع سيترون، سي تاع كو دو كوار. واش راح نقول لكم البنات اللي تحق دونك غير ريح، البنات اللي تحب حاجة فريش وحاجة يعني تقعد وتطول معاها وتنحي ريحة العرق، دونك ما عليها غير بهادي. السعر قلت لكم بين 35 إلى 38000. نقعدو في لي ديودورون هكا باش نكمل منهم. هذه كنت عملت لكم فيديو عليها سبيسيال، هذه ديودورون تاع جامس نيميرو 105، كنت شاريه كامل هذاك الكوفري، مي هذه سي لو كو دو كوار تاعي وكملتها وتشد، هذه تشد كوم با بوسيبل، ملاحه تقعد. هذه نقول لكم حاجه، هذه وهذه سي تري بيان، وهذه بالك تقعد اكثر ما وي سردوك راهو ناف ولا لا طيحتها هلكت الحاله. قلت لكم كو ان شاء الله برك الحس تاعو ما قلقكمش، سي نورمال هاني برا، باسكو هذه تشد تري بيان ودير جو كرو 35000 حتى هي. روحوا للبرودوي اللي من بعد اللي هو هاد اللوشن معطر للجسم، يعني انلي كوربوريل او حليب خاص بالجسم، هايل. واش راح نقول لكم هاد لو لي اللي مانيفيك، ريحته ما تبقاش بزاف، يعني نقول لكم حاجه البنات او العرائس اللي يحبوا انلي بعد الحمامات ويقعد عندكم تاع وش ربي نسيت دوك نقول لكم، الا تفكرت راح نخليه لكم في البغداد فو هذاك، مي شويه غالي يدير 350000 تاع نسيت واش اسمها يا ربي، جوليا سيكريت ولا نسيت اسمه لا مارك،
مي إلا عرفتو هذاك هو جير 300. لا لا ما مشي حبس. قلت لكم هذا يجير 30,000 واقيل. خلاص كنت نشري تاع الغوز ونشري الوردة الموف، ما يعجبني تاع الموف خير. هذا لو ماسك عندي زوج، عندي هذا تاع الطين شريت منه زوج عجبني. شنو ماشي ترو مي سافا سافا مليح، يسلك راسو تحسي كي تعمليه بعدا بلي اون ديغي كو لابو تاعك رطبت. و البنات اللي راهم انتريسي اشروه فينوس هذا مليح. و متحس شوفوا يعني ما تشروشو باش يداوي لكم حاجة ولا ينحي لكم حاجة في لابو تاعكم، لا. إذا كانت لابو تاعكم لاحة راح يخرج لها، ما إذا كانت تتعاني من بعض المشاكل يعني كحبوب ولا أسوداد ولا مناطق داكنة، دونك ما يعاونكمش. على هذه قلت لكم لازم البنات اللي تشريه تكون لابو تاعها ديجا ملاحة وما تعانيش من برشا مشاكل، هذا مليح. 35,000 البنات يجي. الوغ هاد ان شاء الله راح ندير لكم في فيديو اللي هي هاد لا كريم شريتها من عند العشاب. هادي لا كريم تاع الحشاكم تاع العرق، وما يحبسش درك هذاك السردوك ولا ما راح يحبس. عم بالي بي هذا هو وقته اللي يعمل فيه باسكو راني في المي على ساعتين ونص. قلت لكم كو هادي البو يجي 10,000 ولا خمسة، لا جو كوا هادي 15,000 باسكو كبيرة، وكاين اللي أقل تجي 10,000. قعدت لنا عام كامل نستعملها أنا وأختي، ما كي تستعملها ما راكي محتاجة لا ديو لا والو، صراحة ما كيش راح تحتاجي ولا شيء. 15,000 وانتي يعني متهنية من أي تعرقات. هذه إن شاء الله راح نهدركم عليها في فيديو خاص كي نزيد نشري واحدة جديدة. روحوا دركا للجيل دوش هكا باش نقول لكم هاني جبتهم كامل. اول حاجه يسكت، انا عندي يسكت السردوك ينوض العصافير تاعي، دونك ينوضوا هادم بزوج اللي كان غيره ما هنا. قلت لكم هاد لو جيل دوش اللي توب جيل دوش هذا جانا كادو، دونك ما عنديش لو بري تاعو قداه دير، مي ريحتو هبال. مي شنو تكملي لا دوش منا تروح ريحتو منا، مي ما تعيليش كان يفوت 20,000 هذا التوب. جل دوش تاع تايتي بلا ما نحضر، جل دوش توب هذا ريحتو ريحه الفاني، دونك هذا شريتو بلي دو جوجوبا وجوجوبا ميلك، وفيه يعني بوردة جوجوبا وفيه كشغل ريحه الفاني كبير يقعد. انا مع الصيف تو اذا حبيتو حاجه تشد وملاحه باسكو مع الصيف ندوشو كل يوم بريسك، دونك تبقى ريحه تاعو سافا. 400 ملل جو كوا يدير 35,000. جل دوش لي عند كل فتاة بلي جو كل بالانواع كلها بلوتو. هانتا عندي تاع الفلوغ، عندي جربت تاع الفخاز، جربت تاع الغاز، جربت الموف، جربت تاع الكيوي، جربتهم كامل. يدير دركا زادو فيه كان 10,000 درك 12,000 مؤقتا، يعني غير جوست دوشي بيه سيب لك ريحة ملاحة ومن بعد خلاص. هذا كنت نعطو لكم في الكوفخي هذاك اللي حليتو، هذا هو الجل دوش تاعو، دونك جربتو فريمون ماشي حاجه وما عجبنيش. نقعدو توجور في لي برودوي هادو. عندي هاد وراهم هادو قبل ما نفوت عندي قلت لكم هذا الغاز كيف كيف ملاح، وشنو 12,000 بيان سور ماشي راح تكون حاجه كبيره مي سافا. كنت خلصت هادو زوج، دونك لي شامبو تاع كديس نغسل غير بهذا. اذا البنات عندهم وحده منكم تعاني من شعر يعني خشن شويه وناشف وعندها شامبو يخرج عليها تري بيان تقولي، باسكو انا عندي 2 ans درك وانا نغسل غير بهاد لاكام ولقيت عليها، يعني من عملت لاكيراتين نغسل غير بهذا ولو ماسك تاعو ولابخي. هادو كيما راكم تشوفو خلاص، ودونك القرعه ما تشدليش بزاف خاطر شعري طويل، مي تشدلي بالك من خمسة إلى ثمانية غسلات، يعني خاصة إذا غسلت باسكو أنا شعري نغسلو 3 fois كي نغسل، يعني 3 pompes نعمل على بيه هو ما يقعدش ياسر. وفيه غير 250 ملل يدير 35,000 هاد لو شامبو. الناس اللي عندها شعر خشن دونك ننصحكم انكم تجربوه.
شامبو الاخر اللي عجبني صراحه وشريته كيف كيف للشعر الجاف، دونك انا نشري يا كيراتين يا نشري الشعر الجاف. هذا دوف بلا ما نقول سي اون مارك كونو معروفه وينعم، وكنت نغسل بيه ايضا، مي ساعات كي يخلص لي الجليس ونكون ما عنديش نغسل بهذا. انا بديت نلاحظ انه يشيح شويه لابو، بلوتو ماشي لابو، الشعر يشيح شويه، مي الاخر نو يخليه طري، ما عم باليش شو عليه. انا نحس هكا، وماما اوسي قالت لي لو ميم بروبليم، خاطر ماما كانت شري تقول لي او يرقد شعر ويعطيه نعومه، مي قالت لي ديرنييرمون وليت نحس باللي شعري راهو ناشف، وهذا جو كخوا كيف كيف يدير بين 30 الى 35 الف. عندي هاد لا كريم ايدراتون دو شي نيفيا سوفت، هذه هايله البنات، انصحكم تشرو منها خاصه لليد، يعني انا نستعملها لليد وليس للوجه، ودير 35 الف، يعني هذه كلها منتجات انهيتها يعني اقل من 35 الف 40 الف. كنت كيف كيف تحدثت لكم على هاد لا كريم، يعني مبقاش فيها بزاف، بقاها شويه راح نستعمله ونرميها. هذه ريحتها توب دي توب، يعني سوا ابري ايبيلاسيون بالويل داموند، يعني هذه كريم للترطيب بعدها عمليه اساله الشعر. هاد لي كريم ما كنتش نعرفهم يعني بزاف، مي دو شي اليس هذه لا مارك، يعني تفرعت وعملت لنا قدهن حاجه. هذه وقال دير 10000 ولا 15000، اونتر 10000 الى 15000، وتقعد تشد لكم يعني ابخي ليبيلاسيون، بعد ما تكملوا تعملوا عمليه ازاله الشعر، تعملوا تدهنوا الجسم تاعكم ولا المناطق اللي نحيتوا منها شعر بهاد لا كريم، تخلي ريحه وترطيب رائع. هذه توب ونعاود نشريها كي تخلص. هذه الفازلين كنت هدرت عليها ديجا وقلت لكم انه تستعمل لليد والاظافر، لو ريزولتا اللي لقيتو عليها ريزولتا هبال، عجبني الي مانيفيك، ترطب اليد كوم با بوسيبل، وتطول الاظافر، يعني انا الاظافر تاعي جامي طوالو ديما يتنحوا بالخف باسكو عندي الاظافر تاعي هشاش. هذه 45 الف، شدت لي تري بيان، نستعملها انا ماما اختي كامل نستعملوها، وريحتها مانيفيك. هذه خلاصت، واكيد اني نزيد نشريها، مع الحكم اني قاعده نجرب لكم في دي برودوي اخرين، راح نحاول اني نجرب اكثر اشياء، ولكن هذه اثنين في واحد، يعني ترطيب لليد والاظافر، ولو بري 45 الف. كنت كملت هاد لونتي سيرن دو شي فلور مارك، هذا التغطيه تاعو يعني ضعيفه، ماشي تغطيه كبيره خاصه اللي عندهم لي سيرن، ولكن يعطي ان افي ناتوريل وعجبني، الي مانيفيك. هذا كنت خلصته 65 الف. روحوا عندي دي سولفون بال يعني بال بالحاتشي بالفيتامين، حسب روحو يعني بالفيتامين، هذا خلصته 10000، يعني بقت فيه شويه، انا ماني نعملش بزاف لي فيرني، مي هذا ينحي تري تري بيان. مي الحاجه اللي ننصحكم بها البنات انكم اشرو هذوك جدد تاع لي بونج اللي فيهم لي بونج خير، باش ما تخسروش قطن اكسيتيرا، خاصه كي تعودوا مزروبين. البرودوي اللي خلاص لي كيف كيف هذا دو شي نوت، كنت هدرت لكم في فيديو على ما لا تعرفونها على نوت، لما شفتش الفيديو دوك نحطها لها في البار دانفو. هذا يعني ما نهدر عليه حتى شي، مي جوست ما نزيدش نشريه، ان غون فلوب. كملت هاد لونتي سيرن دو شي جولدن روز، يعني بقات فيه شويه برك، اني مستحفظه عليها اون سي جامي نتخاص، باسكو خلاصو في زوج في نفس الوقت. هذا جو كخوا كيف كيف يدير 65 الف، كوفرونس خير من فلور مار، مي وشنو ما حسيتوش يغطي 100%، ما حسيتوش يغطي 100%، مي بارابور لو بري تاعو سافا. خلاص لي هاد الفارا بوبيير مونو، هادو لي تبع وحدهم، كان عندي جاي بايتي، شنو نقول لكم كيف هادشي اللي تبان لكم، هادي لا كولور تاعو مانيفيك، خاصة اذا درتها في البوبيير موبيل هذيك تجي مانيفيك، اذا عملتو بالمارو كان خلاص. هذه هي يعني لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، كما راكم تشوفوا سنو نوريلكم برك المنتجات، هعمليكم المونتاجات 15 مينوت صح بزاف، ما خلينا نحطوها في ان سول فيديو باش نستفادوا كامل. ان شاء الله نلتقي في فيديو قادم، تهلاو في روحكم، غون بيزو.